الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان كردستان ومستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، محور لقاء جمع نيتشرفان بارزاني بالسفير الروسي لدى بغداد. المفوضية تقول أن انتخابات الإقليم تختلف عن سابقاتها. جيش الاحتلال يبدأ توغلاً برياً جنوب لبنان، ونتنياهو يوجه تهديداً لإيران: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه. بوتين يأمر بتجنيد 133 ألف فرد جديد من خارج قوات الاحتياط. وكوريا الجنوبية تكشف عن أقوى صاروخ باليستي تقليدي يخترق تحصينات.